اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير، احوالكم ان شاء الله بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوري لكم واحد الميزه رائعه في الواتساب، انها تحافظ على لي ميساج والدردشات اللي مهمين. مثلا الى بدلتي الهاتف ولا عطيتي شي دري ولا شي حاجه ومسح لك الواتساب، كيفاش غادي تحافظ على هذوك لي ميساج اللي عندك مهمين؟ تبع الطريقة وما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش يستافدو، استافد حتى انت. وشكرا على المتابعة. يلا نمشيو دابا على بركة الله. غادي نمشيو دابا باش نفعلو ديك الخاصية ديال الحفاظ على لي ميساج المهمة في الواتساب. لا قدر الله تمسح لك الواتساب ولا مشاو لك لي ميساج، كنمشيو لهاد ثلاثة النقاط، كنمشيو لهاد الاعدادات، كنجيو لهاد الدردشات، كنكليكو عليها كتجي لتحت، كتجي لهاد النسخ احتياطي للدردشات. هادي كتكليكي عليها كتجي لهاد الاجراء نسخ احتياطي في جوجل درايف. غادي تختار اما على ان نقر على النسخ الاحتياطي هادي يدويا او يوميا او اسبوعيا او شهريا على حسب اللي بغيتي انت. واش بدا ينسخ لك هادوك لي ميساج يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا؟ مثلا كنديرو اسبوعيا. وغادي يقول لك فين الايميل اللي غادي تخبع فيهم هذا سميتو في لي درايفر جوجل درايفر. تختار الجيميل اللي ديالك اللي ديما خدام به باش يكونوا ديما مخبيين تما. كدير هكا وهو كيدير يتحقق من الايميل كما كتشوفوا. هو دابا تسجل الايميل وهكا غادي يكونوا قمنا بنسخ احتياطي للدردشات. كذلك يقدر يتضمن حتى المقاطع، غير مقاطع صغيرة تقريبا شي 56 ميجا بايت الا بغيتي كتفعل هذه الخاصية ديال لي ميجا بايت. هكا غادي يكونوا ديالنا هاد الميزة. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، وشكرا على المتابعة في فيديو قادم ان شاء الله.